تقبلونا. بكرة أخواننا بإذن واحد أحد هنفتتح بقالتنا، وإحنا أخواننا أقول بنصكم خاشين على تحدي معاد. قدروا التم إن شاء الله. يا قرن السماء يا دخلنا السجن. إن اتفقنا ما بيجينا عوجة تب. يا أخواننا أتفاولوا. والله إحنا متفاولين. يلا أخواننا الأرباح طبعا بيناتنا بالتسامح، لكن زي ما في حقوق في واجبات. الواجبات ثلاثة، أي زول اختار الشيء بريه. الحين الواجب الأول متابعة البضاعة من السوق وإلى البغالة، يعني لو نقصت حاجة من البغالة تمشي السوق تجيبها لنا. كويس. الواجب الثاني متابعة البضاعة المجلوبة بواسطة العربات من المصانع مباشرة، يعني تكون في اتصال بالعربات وبالمصنع وبالبغالة. الواجب الثالث متابعة الديانة وشيكات الضمان مع البنوك والسحب والتوريد في مواعيد محددة. أنا خلوني زول سوق. وأنا خلوني لي اتصالات المصانع، ما جايكم. يا خلاصك أكلم التوقيت. هاي الفاتح. قبل الفاتح. أي زول يقصر لابد يكون في جزاوات قاسية عليه. بقصر ضده في رأسه بس. ده كلام ساي يا زول. الخصم كاش قروش ما له حمل. كيفين ده؟ تختار حكمنا خصم من الواحد. هلا مين؟ لا أخوي مين؟ المية ما بتحرق لها زول أفضل. 200؟ ها مليوة؟ 200 شنو؟ المية دي بتريد في طرها شنو؟ 100. والله أنا كنت أخذتها 300. لكن خير الأمور أو سطح. إحنا نخليها 200. بعدك أخواننا في ظروف طارئة. زول عنده عرس، مات لزول، مرض. دي ظروف طارئة إحنا نقدرها اليوم. اتفقنا؟ اتفقنا. فاتح. فاتح. يا الله. فضيلة. يا فضيلة. فضيل؟ أها، إن شاء الله بداية مبشرة. ها زولة، بداية مبشرة ومفرحة الحمد لله. إن شاء الله يا فضيل، ربنا يبعد منك أولاد الحرام وبنات الحرام. اللهم آمين، اللهم آمين. أنتم تجيوا بكرة، تبقى قاعد إن شاء الله. إن شاء الله. هاي، يا لطيف. علينا البنونة. هاي؟ كيفين يعني أنتم يجيبوا بكرة؟ ليه ما جابوا ولا شنو؟ والله ما جابوا، الغريبة ذكروا لي. نعم ما انا ما جاء وكل ذكروا لك رجع يجي ولا شنو؟ لا ما رجع، بس انه قال لي انا طالع وحابس لي هنا. انا حابسته هذا هو يتخصم منه طوالي. ها؟ اكتب الكلام ده في الدفتر، يخصم من 100 و200 جنيه. هذا بعذره. عذره شنو هذا؟ هاي فريقه اللي لاعب مباراه مهمه مع فريق اجنبي. مع فريق اجنبي؟ هاي انا تخلي ميسي اللي يدفع له، بلا فريق اجنبي معاك كمان. هاي يا بطير، وشفت ابتسام جابني وقلت لي يا فضيله ما شفت فاطمه راجل قاعد بتغسل في العده وشارب جردل كده ده وكشح ولا في وشها. قلت لها يا ابتسام بالغتي، ده كلام شنو تجيب لي ليله من الصباح؟ ليله افضل. ها فترتي يا زول انت افضل، مش انا بحكي لك في القصه افضل. خلينا من قصتك، قبل ما بتنتهي هذول تطلعوا لك 17 ساعه هذول. قوم سوينا العشاء هذول، احنا بكره والله ريانا حوامه كثيره. الديانة ده داري منهم قريش عشان نحكم عليهم. حي افضل. ها؟ وريتك افضل. مالك بطلتك نزلت؟ لا افضل، انا ما محمومه، انا عيانه من الصباح افضل. بتاع اللبن ما جا، وفي من الدكان ما قدرت امشي اجيبه، في باقي ملح فوق الثلاجه ومسخن وكل. تاكل اللي اكلته حبوبتي ده تقصير في الواجبات، عليك خصم من المصروف 200 جنيه. سلام. ناس أبو فضيل. من ايوه كيف حالك؟ حالك طيب؟ البلولة؟ فضيل كفارة هذول؟ الحمد لله. هاي قالوا لي متوعك شوية والصباح ما جيت الدكان مالك هذول. هاي والله تقول شنو؟ لكن بسيطة. والله أنت عارف امبارح مشينا لواحد معرفة كذي ودلوك وقالت كذي يا زول، وزولك شالته الهاشمية وقال لي لا ينزل، ورقد له واحد قالت يرضي زولك يا هرقد على بطنه. صح يا زول؟ فضيل لما فيني واحد جريت واحدة يده مدمة ولا الصهر، أنا لا شفت حفلة لا سمحت دلوكة، فضل من الآخر أنا معيد في سليلي ده. تستاهل البلولة كيفين؟ لكن أقول لك كلام أخوي، ده قصود ده مو مرض،
عشان كده مخصوم منك 200. 200 جنيه دك صوت وخصيم؟ انا الشهر ده دي المره الثالثه كده تخصم مني. يا اخوي الاول شرط اخر نور، وكان البلد دي كلها بتلتزم بالحقوق والواجبات ما بيجي عوية.